لما خدت الجلسات بتاعة التهاب الأعصاب الطرفية وعلاج الجرح، طبعا الله هنا كان في جرح، الجرح قفل خالص الحمد لله. ادي الجرح جبناه الرجل كلها مكان الجرح، الجرح قفل خالص. احكي لي بقى ايه اللي حصل معي. في بداية الجلسات بعد الجلسات انا كان الدكتور كان بيقول لحضرتك في رجليك شمال ويمين ودوران، تمام. كان العصب يعتبر كان ماشي كان ماشي. لما بدأت الجلسة والتانية بدأ العصب يلين معايا. بدأ ايه؟ لقيت الحركة بقت سهلة مش زي الأول، كل ما أنا يعني بحس باليونة. طب الحمد لله، يعني بدأت رجلك تبقى أخف معاك في الحركة. أخف. والجرح بتاعنا لما خالص. الحمد لله. وكان عندنا جرح كبير ومفتوح هنا. كان في هنا سواد. وكان في هنا سواد المنطقة دي كان فيها حتة سودة خالص. كان حتة سودة في الحتة دي كده. تمام صح. ده الحمد لله. الحمد لله خفت بعد الجلسات. تمام. تاني هنا إن عندي هنا القشر دوت كان في الطبقة دي كلها عامل زي جلد كله مسود او ميت. مش ميت، ناشف بس يعني هو طري بس ما ظبطوش عامل زي ده. لما بدات النهارده هو اسمه نيكروتيك تيشو، يعني الجلد خلاص ميت والحمد لله. دلوقتي غيرنا الجلد بتاعنا. دي كانت حمار. دي كلها ايوه كده بقى. وريني. برافو برافو برافو. استريح. انا عايزاك تمشي بالجزمه بعد ما سوينا الجزء اللي فيه الظهر ده عشان تبقى تتعود عليه وتبقى مستريح. ولا كده سلامه. مستريح مستريح. نرجع نرجع. ارجع بظهرك عادي. لف لف لف. انا سو... لا لف عادي عادي. انا صورت من ظهرك كنت شوف ده. تمام كويس قوي كويس قوي.